قبل ما نبدا اخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهارده، نصبح على دينا ونسالها سؤال حلقتنا النهارده: ايه اكتر قرار اخذته في حياتها وطلع قرار صائب؟ صباح الفل يا محمد. صباح الخير يا هدير. لا، في قرارات كتيره خدتها في حياتي طبعا، بس من اهمها، وانا من النوع اللي مش باخد القرار فجاه، يعني ممكن اخد فتره طويله جدا على ما اقرر، لان بحب فعلا التحضير عشان يكون فعلا صح ومستعده ليه بشكل كبير جدا. يعني ممكن اخد قرار في سنين طويله لحد ما اقرر خلاص هعمله وبعمله. يا طول بالك والله. بس هو من اهم القرارات اللي خدتها صح في حياتي، كان انا بشارك هدير في ان انا فعلا غيرت دراستي خالص وحققت حلم الطفوله، لان ده كان حلمي ان انا اكون مذيعه، فغيرت خالص من انا كنت دكتوره بقيت مذيعه، وده بقاله 12 سنه، يعني الحمد لله بقالي فتره طويله جدا، بس خد مني 30 تفكير علشان اقدر اخد الخطوه دي. عظيم. طيب لو تطمنينا بقى على حاله الطقس. لا انا هتنبسط مني النهارده. طيب ماشي. من امبارح وفي انخفاض ملحوظ في درجات الحراره كلنا لاحظناه. على فكره ده الجو، انت مالكيش علاقه بالموضوع. بجد بالليل الجو ليا تأثير شويه، كمان برد كان حلو جدا، والصبح اما صحينا من نوم ساعه الصلاه كان فعلا الجو حلو جدا. خلونا نستعرض مع حضراتكم جوله سريعه عن احوال الطقس، ولسه انخفاض درجات الحراره مكمل معانا النهارده على كل الانحاء، والطقس هيكون مائل الحراره على القاهره الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وهيكون في نشاط رياح على مناطق من السواحل الشماليه وجنوب سيناء، في فرص امطار خفيفه لمتوسطه على السواحل الشماليه والوجه البحري. درجه الحراره في القاهره النهارده 30، واعلى درجه حراره هتكون في اسوان 37، واقل درجه حراره هتكون في مطروح 27 درجه. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شويه، لكن خلوني ارجع مره ثانيه لمحمد وهدير عشان نبدا فقرات صباح الخير يا مصر. اتفضل. شكرا لك. شكرا لك.